السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو او درس جديد حتعرفوا فيه على حاجة ممكن تخلي حياتنا افضل او بطريقة ما ممكن تساعدنا او تخلي حياتنا اسهل بطريقة ما او باخرى. في الفيديو او في الدرس هذا حنتعرفوا على شيء حاليا عليه طلب بشكل مش طبيعي وشائع او ترند بشكل غير عادي، وخاصة في العالم العربي، لكن هو موجود برضو في العالم الاخر بس الناس اغلب الاشخاص مش عارفين عليه. هو طلب او زيادة الطلب على اللغة. يعني ممكن ملاحظين اغلب الاشخاص في العالم العربي ان في كل الدول العربية او اغلبها بشكل اصح، يعني ممكن تقول ان في اغلب الدول العربية حاليا الطلب على اللغة الانجليزية بشكل اكثر، يعني في اغلب الدول زايد بشكل مش طبيعي في الوظائف او ممكن في المنح اصلا او في الدراسة، في اكثر من مجال فرص، مش يعني في العمل وخلاص او في الوظائف بس. يعني مثلا الدولة متحدثة باللغة العربية واللغة العربية هي لغتها الام، يكون طلب او متطلب اساسي من المتطلبات الاساسية، مش حتى المضافة او المفضلة، يعني يفضل ان تكون متحدث لغة انجليزية، لا، يجب ان تكون متحدث لغة عربية ومتقن للغة الانجليزية. يعني اصبحت من المتطلبات الاساسية للحصول على فرصة معينة او اغلب الفرص في اغلب الدول العربيه انك تكون متقن للغه الانجليزيه. الشيء موجود حتى في الدول الاخرى بس ممكن اغلب الاشخاص مش عارفين، او في نسبه معينه من الاشخاص وهي الاغلبيه مش عارفين. يعني مثلا على سبيل المثال في ايطاليا، مثلا انت متحدث لغه ايطاليه يجب ان تكون متحدث لغه انجليزيه، او في الاغلبيه في اغلب الدول الخاصه دول العالم الاخر تكون مفضل، يعني تكون يفضل انك تكون متحدث لغه انجليزيه. واساسا اللغة الإنجليزية حاليا في أغلب الدول المعاش بدت هي الأساس، يعني مثلا تكون في أغلب الدول يعني المتحدثة باللغة الإنجليزية أو الأوروبية، مثلا تكون مش متحدثة باللغة الإنجليزية لكن اللغة الإنجليزية لغتها ثانية، فتكون مفروض أنك تكون مثلا تتكلم لغتك الأم والإنجليزية ومعاها لغة ثالثة. فيعني كمية الطلب على اللغات بشكل أساسي، مش حتى اللغة الإنجليزية، كمية الطلب على اللغات أصبح متزايد بشكل مش طبيعي وقاعد يزيد في أكثر وأكثر. يعني إن الشخص يكون يتحدث لغتين مع شيء ترند حاليا او شيء شائع، بالمفروض انك حتى تكون مميز تكون تتحدث لغه اثنين ثلاثه، خلينا نقول مرات حتى اربعه واكثر. في الفيديو هذا حنتعرفوا على نصائح او مجموعه اشياء، ممكن اربعه اشياء لو بنرقموهم حيساعدكم بشكل كبير جدا انك تتعلم اللغه او لغه جديده في اقل وقت ممكن وبجد وباتقان كبير. مش حنقوله سحر او حنقوله شعوذات معينه او حنقوله طرق سحريه تخليك تتعلم الحاجات، وحنقوله اشياء منطقيه باوقات جزء كبير منها تم تجربته، جربت انا مثلا او من اشخاص حرفيا جربوه، او الجزء الاخر منها حيكون من خلال البحث اللي درته، مثلا درت بحث كبير خلال اليوم او خلال البحوث اللي جريتها قبل. وممكن يعني بشكل كبير ان بالنسبه الاغلبيه من الاشياء اللي حنقولها حتمشي مع الكل وحتكون فعاله جدا في حاله ان الشخص طبقها. في نسبة معينة مش حنقول ان هي ممكن تكون غلط، لكن ممكن انها تكون تمشي بطرق مختلفة مع اشخاص مختلفين، لكن الاكيد ان هي حتكون في نتائج للكل، بس النتيجة حتكون بنسبة متفاوتة في النجاح. هذه الجزء اللي ممكن يكون حسب البحث. خلونا نبدأ حتى نكتشفوا شنو هي الحاجات. النقطة رقم واحد، حدد سبب التعلم. حدد سبب التعلم، يعني مثلا على سبيل المثال من تجربة شخصية، انا تعلمت اللغة اليابانية، اوهايو جوزيماس، كان عندي سبب اني اتعلمها. يعني انا ما جيتش انني كنت او حاب خاطر اتعلم ياباني بدون اي سبب وتعلمت ياباني وتعلمته، رغم اني حاليا بادي ننسى فيه حاليا لاني ما مارستاش. كان عندي سبب مش لازم نبدا نحكي عليه هلبا، بس لكن كانت عندي فرصه تعليميه في اليابان، كانت من المتطلبات اني اتعلم او نكون متحدث لغه يابانيه. فكان عندي وقت قصير، حطيت وقت، كان عندي مدة من شهور يعني، لكن يعتبر قصير لتعلم لغة صعبة زي اليابانية، تعتبر لغة صعبة خاصة كتابتها أو الهجائية الخاصة بها. فكان عندي وقت قصير جدا، لكن قدرت إني أحط جدول مثلا وإني أتعلم ياباني، ونقدر نقول إن في فترة هذيك أو في تلك الفترة كنت متحدث لغة يابانية. لو بنقدر الموضوع بجيد، جيد جدا ممتاز، كان مستواي بين الجيد ومائل قريب لجيد جدا، فكويس جدا. فحددت السبب، كان عندي سبب جدي جدا جدي بشكل كبير اني انا نتعلم لغه، اني لازم نتعلم لغه حتى نحصل فرصه معينه. الموضوع هذا مش هياخذ منك شهر او يوم او اثنين، يعني الموضوع في دقائق توا بعد ما تشوف الفيديو، اختار اللغه اللي انت خاطرك او حاب تتعلمها، لكن حط سبب،
مش شرط يكون سبب تعليمي، ممكن انت تقول تقنع نفسك انك انت تقول انا لازم نتعلم مثلا لغه اسبانيه لاني انا حاب نمشي لاسبانيا ونبي نحكي مع الناس المحليين، ما نبيش نحكي معهم انجليزي، نبي نحكي معهم اسباني، هذا سبب كفيل انك تتعلم اللغه الاسبانيه من اجله. فبس اقنع نفسك في دقائق معدوده انك السبب اللي لازم تتعلم اللغه من اجله، وحاول كل يوم في الصبح تقنع نفسك بنفس السبب هذا، يعني تفكر نفسك بسبب هذا. النقطة رقم 2، حدد جدول لنفسك. حدد جدول لنفسك يعني ما تقولش انا نبي نتعلم اسباني وتقنع نفسك بالسبب اللي انت حيدفعك بشكل اساسي انك تتعلم لغة اسبانية وخلاص، لا. ايه، اقنع نفسك بانك انت لازم تتعلم اللغة هذه بسبب داخلي، انك خلاص انت مقتنع به انك شرط راهو لازم تتعلم اللغة الاسبانية حتى تحصل الشيء اللي انت خاطرك او تحلم به. لكن حدد له جدول، يعني قول انا نبي نتعلم الاسباني في شهر شهر ونص. طبعا خرافة او ممكن من مفهوم شخصي انا، هذه ممكن هي غلط، ممكن ان يكون غلط، لكن انا مقتنع بشكل 100% ان عم تنقولوا تعلم اللغه في شهرين، تعلم اللغه في شهر، في اسبوع، في سنه حتى، مش حتى شهور. هذا ما في شيء خرافي، لان مش من المنطقي ان نحدد وقت لتعلم لغه معينه لكل الاشخاص، يعني من شخص وشخص الموضوع يختلف، او رغبه نسبه تفاوت الرغبات او نسبه تفاوت الرغبات بين الاشخاص تختلف، فما نقدرش نقول ان الاشخاص حيتعاملوا بنفس اللغه او حيتعلموا نفس اللغه ويبدوا يتعاملوا بها في فتره معينه زمنيه معينه. احنا كاشخاص نقدر نفرضوا الجدول هذا اللي نحن، لكن ما حدش تاني يقدر يفرضه. يعني لما تنقول او حد يقول لي نبي نعلمك انجليزي في 3 شهور، منطقيا هذا خطا. انا نقدر نقول انا نبي نتعلم انجليزي في شهر، ايه نقدر. يعني بنقول نتعلم صيني في شهر، طبعا على حسب صعوبة اللغة حتزيد المدة، لكن على سبيل المثال بنقول نتعلم اسباني في شهر، نقدر نتعلم اسباني في شهر. عم نقول ان اسباني نتعلمه في شهر مش حرفية، لكن نقدر نقول اننا نبدا نقدر نكتب به، نعرف الاشياء الاساسية يعني مثلا ارقام، حروف، كلمات المعتادة، نقدر نتعامل مع المحليين بطريقة مقبولة جدا بحيث اننا نقدر نفهمهم ويفهموني، نقدر نكتب رسائل ايميلات باللغة الاسبانية باسلوب اساسي يعني. هذا نقدر نقول انا تعلمت اللغه الاسبانيه في شهر، وكل ما تزيد المده حتزيد الحرفيه الخاصه بها. فالمهم اننا نحدد شهر شهرين، طبعا انها تكون مده قصيره جدا مش منطقيه، حنبدو للخرافات، يعني ما تكونش 3 ايام اسبوع. انا كشخص نشبه ان مثلا باش نتعلم لغه معينه ونحط جدول منطقي في دماغي هو يكون بين الشهر للشهرين كمنطقي، هذا كاقل شيء بالنسبه لاكثر حد، ما يكونش سنة أو سنتين لأنه حيمل، حيكون موضوع ممل كجدول داخلي ومش حتقدر تقنع نفسك به، لكن يكون بين شهر ل3 شهور ونص أو 4 شهور كأقصى حد. نقطة رقم 3، رتب جدول يومك. كيف رتب جدول يومك؟ طبعا بالنسبة للترتيبات الأخرى أو ترتيب المهام، إذا أي شخص حاب يعرف كيف يقدر يرتب مهامه حتلقوا مجموعة روابط أسفل في صندوق الوصف أسفل الفيديو لدروس أو لفيديوهات سابقة تحدثنا فيها على طريقة ترتيب المهام. لكن في نقطة رتب جدول يومك، هذه حنحكوا عليه كيف أنا حنتعلم اللغة هذه. أوكي، أنا أقنعت نفسي بالسبب اللي أنا المفروض نتعلم اللغة على خاطره، بعدين درت جدول داخلي لنفسي إن أنا عندي شهر ونص حتى نتعلم اللغة الإسبانية. حاليا لازم نحط الوقت اللي حنتعلم فيه اللغة الإسبانية في اليوم، يعني مثلا أنا حاليا كل شخص منكم يسكر الفيديو، ممكن تكون العشية، الليل، الصبح، فرضيا كانت عندك أنت الشخص اللي تتفرج حاليا كانت مثلا على سبيل المثال الساعة 7 مساء، سكر الفيديو يتم الساعة 7 وربع على سبيل المثال. الساعة 7 ونص تكون كملت اقناع نفسك بالسبب اللي انت حابب تتعلم اللغة اليابانية على خاطرة، بعدها بشكل مباشر تبدأ تتعلم، يعني من 7 ونص على سبيل المثال للساعة 8، نص ساعة بس مش أكثر. يعني من 7 ونص ل 8 حتتعلم لغة يابانية. أول يوم حيكون عندك نشاط بشكل مش طبيعي لأنك كيف تعلمت النصائح أو كيف تعرفت على أفكار معينة حتساعدك في تعلم اللغة، حتكمل النص ساعة. لكن غدوة أو اليوم اللي بعده أو بكرة عم تنوض الصبح ما تتعلمش ياباني، عندك وقت وفاضي ومال وما عندكش ولا أي حاجة تديرها، ما تتعلمش ياباني بتاتا الصبح ولا العشية. لين تجي الساعة 7 ونص أبدأ أتعلم لغة يابانية، لين تجي الساعة 8 سكر خلاص. حتى في حالة ان عندك نية او خاطرك تتعلم اكثر حتى للساعة 9 و10، لا، من 7 ونص ل 8. يعني رتب دماغك حرفيا، يعني مش رتب جدول يومك، النقطة هذه هي رتب دماغك او برمج دماغك انه لازم يبدأ مفتوح وقابل للاستيعاب من الساعة 7 ونص ل 8 لغة يابانية. وطبعا بالنسبة للنقطة هذه هي مفيدة جدا، لان مع الوقت
بعد حوالي اسبوع او 5 6 ايام دماغك اوريدي حيكون هو جاهز داخليا ان هو يستقبل اي معلومات حول اللغه اليابانيه بشكل اساسي وحول اي شيء بشكل عام. في خلال الوقت بين 7 ونص ل 8 حيكون مفتوح 100% انه هو يستوعب اي شيء، لان هو تعود انك انت في من الوقت 7 ونص ل 8 انك تدخل في بيانات جديده. النقطة رقم 4 والأخيرة، مارس اللغة مع المحليين. مش بشرط إن هي تكون in person practice مثلا، أو تكون يعني محادثة أو ممارسة بشكل شخصي أو وجه لوجه. ممكن تكون إنك مثلا تراسل حد أو أصدقائك ممكن يكونوا هنا، أو أصدقاء من الخارج عبر الشات أو عبر الإنترنت، أو مثلا إنك تشاهد برامج تلفزيونية باللغة الإنجليزية، أو إنك تكتب تعبيرات باللغة الإنجليزية. أو أفضل حل لممارسة اللغة الإنجليزية أو أفضل وسيلة نشبه فيها أنا بشكل بسيط، تيد. تيد سبق وتعرفنا عليه أكثر من مرة وفي أكثر من شيء قبل، وبالمناسبة تيد حيساعدك على إنك تمارس أي لغة مش بس إنجليزية، وإنك تستفيد من خلال ممارسة اللغة من حاجتين: اللغة والمعلومات اللي موجودة. يعني تد تعرفنا عليه هلبا، حتلقوا روابط للدروس اللي تحدثنا فيها على تد اسفل في صندوق الوصف اسفل الفيديو، فتقدروا تشوفوا تد، تشوفوا الفيديوهات اللي فيه، تتعلموا من الحاجات اللي يتم شرحها خلال الفيديوهات، وفي نفس الوقت تمارسوا اللغة اللي يتم شرح بها الفيديوهات واللي هي كل لغات العالم. يعني تد موجود الفيديوهات الخاصة به مترجمة وموجودة كمتحدثين بكل لغات العالم. نقدر نقول بأن الفيديو هذا تم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا به، وكان بسيط وسهل بالنسبة لكم وخفيف طبعاً. تعليقاتكم تهمني هلبا، واضافاتكم حول المهارات او الاشياء اللي انتم جربتوها من الفيديو هذا ومشيت معكم، اذا حتقدروا ترجعوا للفيديو هذا بعد مده زمنيه معينه، او اذا انتم سبق وتعلمتوا لغات معينه وجربتوا نصائح ممكن تحطوها حال تشاركوها مع الاخرين وتستفيدوا انتم كاشخاص برضا نفسي انكم انتم شاركتوا المعرفه، ويستفيدوا هم من المعلومات الخاصه بكم وتجربتكم. فان شاء الله موفقين جميعا، نتلاقى في الدرس القادم، والسلام عليكم.